الممتازات لصالح رمازي، وبالتالي بعد عرقلة من خلال الإعادة بتبدو ما هي ضربة جزاء واضحة تماما ولا خلاف على حقيقتها. يساوي في الفرنسي كوي هنا بيتابع المباراة من قائمة البدلاء. لو سجل منها الانتر ولو سجل منها رونالدو فترى بيؤكد ذلك انه نادرا ما التقى الفريقين في ديربي ميلان ولم يسجلا لنا اهداف، لم يسجلا لنا اهداف. اخر مباراة بهذه النتيجة تعادل سلبي كان عام 89، بالتالي 10 سنوات تقريبا 10 سنوات ما في تعادل سلبي. رونالدو الان ممكن ايضا يثبت هذه القاعدة بالنسبة لنا. رونالدو بيعمل لنفسه ضربة الجزاء، بيتقدم لها نفسه الآن، وأبياتي في المرمى، أبياتي في المرمى، ورونالدو بيتقدم وضرب جزاء للإنتر. رونالدو يحطها جول، يفتتح أهداف الدربي اللي هو رونالدو، يفتتح أهداف الدربي رونالدو، ويسجل البرازيلي العائد بقوة، العائد بقوة فعلا في لقاء اليوم. رونالدو يصنع الفرحة لجماهير الانتر في الجهة اليسرى من المدرجات، وبيشعل المدرجات بضربة جزاء ناجحة بيصنعها هو نفسه، وبيترجمها كذلك الى اول اهداف المباراة، وبالتالي رونالدو والانتر بهدف على حساب فريق الانسي. هذا اول اهداف المباراة، هذا اول الغيث قطرة واول الغيث هنا في مباراة اليوم، هدف من ضربة جزاء بيصنعه لنفسه اللي هو رونالدو. شايف رونالدو هنا بيتقدم وابياتي بيطير في زاوية، ياهي فرحة، ياهي فرحة لهذا القائد في الدربي، بيسجل التعادل في الدربي، واشتعل الجماهير الإيسي وتعادل إيسي ميلان. وقلنا وكررنا أكثر من مرة أن إيسي ميلان إذا استمر بهذه الصورة ترى راح يسجل التعادل، وفعلا الآن بيسجل. هذه هي البداية، هذه هي البداية، وهذه اللعبة ما بين سالة والمدافعين، وفي قدم اللي هو شفتشينكو بالتالي بيسجل بعد ما صدمت الكرة بقدمه بتتجه مباشرة، وشفتشينكو وهو دخول بهدف، وتابع اهدافه في الدوري الايطالي في هذه المباراة، بيسجل هدفه رقم 7 في الدوري الايطالي. وشايف كوي الفرنسي بيدخل مكان اللي هو دابو، بالتالي هذا هو التغيير الثالث للانتر، وثلاث تغييرات لايسي ميلان، اخرها تشينكو بينجح في النهوة يحصل على التعادل لفريقه. التعادل لا يخدم الانتر ولا يخدم ايسي ميلان، ولكنه يخدم لاتسيو، يخدم لاتسيو المتعلق مع فيرون وسلس وبقية الاسماء، يخدم التعادل عند مباراة غدا لو كان فيها، بالتالي راح يرتفع المحط حط، ولكن خطأ في الاساس في فاصلة من حكم المباراة على زامورانا. ابياتي التعادل 1-1، هذه هي اللعبة، هذه هي اللعبة، وهنا الخطأ. شايف ايضا التعادل الان بيعيد الملعب بعد ما كانت الفرحة في مدرجات الانتر، اصبحت الان الفرحة في مدرجات ايسي ميلان، اصبح الان الهدوء بيسيطر على مدرجات الانتر. الانتر خاض المباراة منذ الشوط الاول بعشر لاعبين، استطاع انه يحافظ على فوزه، ولكن مثل ما نقول دائما احنا في الخليج كثر الضغط بشكل عام، فعلا هنا اكثر من فرصة وضغط متواصل من ايسي ميلان في الشوط الثاني، ينتج عنا هدف التعادل عن طريق الاوكراني شفتشينكو اللي بيدخل، وبعد دخوله بلحظات بالتالي بيكون على موعد مع هدف التعادل في هذه المباراة. تملك الكرة الان شفتشينكو
في الجهه اليسرى بيحاول سيرجينيو معاه موجود كذلك، وارتصاد في قدم الفرنسي كوي، ومنها هي ضربه ركنيه بالتالي، ضربه ركنيه او عفوا رامي تماس شفتينكو الى سيرجينيو، يعملها بالكعب الى بوبان والبرتيني وشفتينكو، عملوا تغيير جميل جدا في المباراه هذه، خطره جول. لو سجلت يا شفتينكو، لو سجلت في اللعبه الماضيه والله راح يعتبرونك بطل. وحكم المباراه يمشي اللعبه الماضيه من جورج اتوس، تحولت الى فانوسي، وهذه مرتده وسريعه وخطيره لانتر للامام، ولكن مقطوعه من جولي كوي الى جورج اتوس. جورج اتوس بيتقدم الان، يعملها بشكل جميل خطرة، هذه لو تقدم اكثر يحاول يحطها، ولكن تصاد في جوني تتحول بالتالي الى ضربه ركنيه. هذه المباراه لا يمكن فعلا سرعتها، الاحداث اللي فيها، الاثاره الموجوده فيها في الملعب، اثاره اللي تنتقل من الملعب الى المدرجات، اجواء المباراه هنا في تانسيرو لا يمكن تصورها تماما. وهذه عاده جرت هنا سنويا، بتقام مرتين في العام ميلان، ينتظر الايطاليون وليس فقط سكان ميلان، وبالتالي ضربه ركنيه من جورج اتوس عاليه، وفي الجهه الاخرى تتحول، ولكن عموما في صافر ايضا كون الكره تتحول من قدم جورج اتوس الى خارج ارض الملعب، بالتالي عليها ايضا سلفاتوري فريسي في اللعبه الماضيه بيحاول انها يسدد. سلفاتوري فريسي 26 سنه، واحد المدافعين اللي كان لهم دور في حصول الانتر على بطولة كأس الاتحاد الاوروبي مع المدرب السابق من انتر وهو جيس سيموني، مدرب يوتيز الحالي، بالتالي حصل مع هذا اللاعب على بطولة كأس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم. هنا لورا بلان يتقدم فيها، جورج اتوس يرسلها للامام الى فيري، وفيري بيهيئها فعلا الى زمرانا، ولكن بتلاقي حارس مرمى انتر ميلان وهو كريستيان ابياتي. لو انتهت المباراة بالتعادل فأكثر السعداء بتعادل ديربي ميلان، لازيو صاحب النقاط ال 14 واليوفنتوس صاحب النقاط ال 13. لازيو عنده مباراة غدا أيضا ستشاهد بحول الله تعالى على بلاد الرياضية مع ليتشي، وهنالك اليوفنتوس غدا عنده مباراة كذلك خارج أرضه أمام فريق باري، بالتالي الصراع يبقى مستمر هنا في الدوري الإيطالي. الاسبوع القادم سيكون اسبوع صعب جدا كذلك ايضا للانتر، لانه عليه ان يقابل لازيو في هذا الملعب، وتلك الموقع لا شك انه يعني موقع يترقبها الجميع وينتظرها الجميع بين لازيو والانتر بحول الله تعالى. ذلك كله سيكون فقط حصري على ابو ظبي الرياضيه، وهنالك الكثير من اللقاءات التي اعدها زميل مامون علواني هنا في ايطاليا، وكان هنالك انفراد بلقاء مع زكواني مدرب نادي انتر ميلان في معسكر الفريق بالامس، وكذلك ايضا انفراد مع شفتينكو. هذه اللقاءات وغيرها من المفاجات الجميله لمشاهدي ابو ظبي الرياضيه ستكون فقط حصريا على ابو ظبي الرياضيه من خلال مراسلنا هنا في ايطاليا الزميل مامون علواني. بالتالي غدا ساكون معكم بحول الله تعالى، ليس من هنا من ميلانو، ولكن من مدينه ايطاليه اخرى وهي مدينه تورينو، لننقل لكم لقاء الغد المسائي بين تورينو وروما، وسنشاهد كذلك ايضا محاوله اخرى من محاولات المدرب الايطالي المعروف فابيو كابيلا للاستمرار في طريق هذه البطوله بعد توقف مفاجئ في الاسبوع الماضي بقدم زين الدين زيدان بهدف ولا اجمل من ضربه حره مباشره. بالتالي هنا محاوله، والمحاوله مستمره لصالح جورج ويا، واعتقد ان التعادل سيكون عادلا في لقاء ديربي ميلان. الفريقين اجتهدوا في الشوط الاول اجتهاد كبير وتميز واضح من جانب الانتر، الشوط الثاني في تميز واضح، وفي ايضا تعلق واضح من جانب اصحاب الفانيل الحمراء والسوداء وهم انتر ميلان. بالتالي اذا انتهت المباراه بالتعادل، فان التعادل سيكون هو النتيجه العادله بين قطبي العاصمه الصناعيه في ايطاليا مدينه ميلانو. وهنا ضربه ركنيه بينفذها احد اللي قدموا مباراه جميله فعلا منذ دخوله في الشوط الثاني من المباراه، وهو بوبان. وبوبان الان راح ينفذ ضربه ركنيه لصالح اي سي ميلان بارسال عاليه، المحاوله خطره، جول! ويا 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 ويا
يا هدف عيسي ميلان الثاني. تغيرت الامور تماما، تغيرت الامور تماما، وبقرار من جورج ويا، بقرار من جورج ويا تذهب نقاط الانتر الثلاث الى عيسي ميلان، الى عيسي ميلان. وبرافو برافو برافو جورج ويا، هدفك هذا تألق، وهدفك هذا هو مكافأة الإبداع في المباراة. وشوف بوبان، شوف بوبان، كرة عالية، ويا فوق الكل، فوق الكل ويا، وبيسجل رغم محاولات جورجاسوس، رغم محاولات جورجاسوس. ثلاثة، هذه فاتحة القرآن الكريم قبل المباراة. هنا مكافأة إيمانه ومكافأة تألقه ومكافأة يعني هذا المبدع جميل في الدوري الإيطالي. بالتالي يسجل هنا ويسجل هدف في دقائق قاتلة تماما للمباراة. هنا بنلعب في الوقت بدل الضائع، يعني الإنتر اليوم كان متقدم في الشوط الأول ومسيطر ومتألق، ولا شوف 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 ويا يحاول فيها جورجاتوس، ولكن جورجاتوس عموما مدافع يعني قامته قصيرة، بيحاول بالتالي ولكن محاولته متأخرة. ويا هنا يسجل بالتالي لإيسي ميلان هدف التقدم الآن وهدف الفوز والهدف اللي حول فرحة الإنتر إلى فرحة، ولكن فرحة لإيسي ميلان. بالتالي هذا إذا حدث سيكون أول فوز لإيسي ميلان على ملعب الإنتر، على الملعب اللي يحتسب اليوم للإنتر. شوف تشينكو شو بيعمل في المباراة، لا يمكن يا جماعة الخير اللي قاعد يصير من تشينكو في الشوط الثاني من المباراة، ومن بوبان، ومن أيضا سيرجينيو الموجود في الجهة اليسرى بيملكها الآن، بيتقدم يرسلها إلى بوبان أحد المبدعين اللي غيروا كذلك من ظروف المباراة. وبوبان الآن بيحاول البرتيني ممكن يسدد، يحاول يرسلها في مكان سليم الى جورج ويا، وجورج ويا بيحاول، والكرة الامام، ومنها ضربة ركنية. الاوراق في الشوط الثاني هي اوراق الايسي ميلان، اوراق تماما يستغلها زكروني في الشوط الثاني، يحولها من قائمة البدلاء، بيحولها الى قائمة التعلق في الملعب، وبيلعب باوراق تماما ناجحة تماما، بيدخل تشينكو، بيدخل بوبان، بيدخل البرتيني، ثلاثي بيعمل فارق كبير في المباراة. سيرجينيو كذلك ايضا بيصدر لها التعليمات بالتقدم للامام، بيتحول الى مهاجم اكثر من كونه مدافع، وهنا بالتالي التفوق لإيسي ميلان، التفوق اللي يحول خسارة إيسي ميلان بهدف الى فوز مثير حتى هذه اللحظة بهدفين لهدف، وبالتالي التقدم حتى هذه اللحظة. هذا سيرجينيو، شوف لياقة سيرجينيو، جاء من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى، والآن مع بوبان، وبوبان نفسي أشوف كرة خاطئة لبوبان في هذه المباراة حتى الآن، لا يوجد ذلك، يوجد تألق واضح ويوجد فعلا إبداع كبير في هذه المباراة، هنا خطأ لصالح اللاعب جورج ويا. بالتالي الغناء هنا غناء جماهير نادي إيسي ميلان، السكوت والهدوء والهجوم هنا ينطبق على جماهير نادي الانتر. اذا حدث وفاز إيسي ميلان سيكون اول فوز لميلان على ملعب الانتر منذ عام 94، اي منذ ان فاز بهذه النتيجة بهدفين لهدف واحد. بالتالي بتذهب النقاط الثلاث الى إيسي ميلان، وبيصفر حكم المباراة بوريلا هنا، ويعلن عن تحول دوماتيكي مثير في المباراة، مباراة ديربي ميلان، وإيسي ميلان بيحول خسارته بهدف إلى فوز بهدفين لهدف في الشوط الثاني من المباراة، الشوط الثاني اللي أيضا الإثارة فيه تتواصل والمتعة الكروية فيه بتقدم على أجمل ما يمكن أن نشاهد، وبالتالي بيسعد مشاهدي أبو ظبي الرياضية في كل مكان بمتابعة مباراة مثيرة فعلا تألق فيها ميلان في الشوط الثاني، وحول خسارته في هدف الشوط الأول لرونالدو إلى تعادل عن طريق تشينكو، ثم إلى فوز عن طريق المبدع الجميل هنا في الكرة الإيطالية، صاحب القلب المؤمن جورج ويا، الذي أعطى بالتالي إيسي ميلان ثلاث نقاط هي الأثمن والأغلى والأجمل في مسيرة كرة القدم، في مسيرة ميلان هذا المسيرة.